ياسمين اهلا بيكي. اهلا بيكي. لو سمحت عايزه اكلم سيدنا الشيخ. اتفضلي اتفضلي يا ياسمين. معلش يا سيدنا الشيخ، عندي استفسار بس بخصوص زوجي وكده. طيب ارفعي صوتك سنه بس يا ياسمين. انا متجوزه دي 4 سنين. طيب ماشي، ومعايا طيب. ولد وبنت، وجوزي من ساعه ما خدني هو مش بيصرف عليا، انا وحيده امي وابويا، ربنا يهدي وجوزي سيرك. من ساعه ما خدني هو مش بيصرف عليا وطمعان في امي وابويا، وكل ما عاوز منه حاجه بيقول لي روح يخلي امك تجيب لك، ابوك يجيب لك، وما بعي او اي حد من اولادي بيايا ولا حاجه بيقول لي روح يخلي ابوك وامك يوديك، وبيشرب كل حاجه، حشيش وبنجو وكل حاجه. سيدنا الشيخ، ايه سؤالك يا ست ياسمين؟ فانا دلوقتي عايزه انفصل عنه، فايه يعني الحكم؟ حاضر حاضر. يعني هي بتقول انه بقالها 4 سنين وفي مشاكل، والمشاكل معلش عايزه تنتهي، يعني انا لا انصحها انها تاخد القرار، قرار الانفصال وحدها. يعني هي بتقول انا وحيده امي وابويا وعندي ولد وبنت، ففي كده اسره هتتفركش، فاحنا ما بنقولش فركشه الاسره لاول وهله يعني. فبنصح الاستاذه ياسمين انها تشرك ابوها وامها واخوها معاها في المشكله، تدخلهم يقعدوا معاه، يمكن لما اهلها يخشوا يخافوا ما يشربش الحاجات اللي بيشربها، يمكن لما اهلها يخشوا يعمل لهم حساب، وما نبقاش بادرنا وروحنا لفكره الانفصال اللي هينبني عليه تشريد الولد والبنت او تعرضهم للضياع. فلو دخل الاهل والمشاكل ما اتحلتش، هنا بقى يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. تروح بقى في الوقت ده لما تغلق الامور ومفيش طريق للاصلاح، واهلها كمان ما عرفوش يعملوا معاها حاجه، يبقى ده لا يصلح ان يكون رب بيت، ولا يصلح ان يربي هؤلاء الاطفال، ولا يصلح ان تكون في ذمته وفي رعايته امراه مصونه. فنقول لها هنا خدي بقى قرار الطلاق وانت مطمئنه ومرتاحه، وربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليك. طيب هي النقطه انه ستات كتير بيبقوا خايفين من فكرة ان هي لو هي طلبت الطلاق يبقى هي عليها مثلا ذنب، وايه الحالات اللي هي من حقها تطلب فيها الطلاق من الشرع جوزها يعني. الشرع لم يجبر المرأة ان تعيش مع رجل كارها له وهي مكرهة، ومن هنا جاء تشريع الطلاق، ومن هنا جاء تشريع الخلع. فأيما امرأة حصل لها هذا الحال، يعني كارها زوجها مش عارفة تعيش معاه، كارها زوجها مش عارفة تتعامل معاه، فالشرع أباح لها وأتاح أن تذهب إلى أوليائها وأن تشركهم في حل مشكلتها، فإن نجحوا في حل المشكلة فبها والحمد لله، وإن لم ينجحوا فيساعدوها في أخذ القرار. وهنا نقطة مهمة، أنه ينبغي على المجتمع أن يتكاتف مع المرأة المظلومة. عندنا في بعض البيئات المصرية بيحطوا على المرأة المظلومة أكتر، ويقولهم احنا ما عندناش بنات تتطلق. طيب هي زوجها مش محترم تنتحر يعني؟ لا، تتطلق، تتطلق افضل لها واحسن لها واكرم لها، وهي الراجل ده ما بقاش مكتوب عليها يعني. ما بقاش مكتوب عليها عشان يخليها تبقى انسانه مريضه وعندها مشاكل نفسيه بالهبل يعني. لا، هذا الشرع لم ياتي بهذا، بمجرد ان احنا حاولنا الاصلاح والاصلاح لم يصلح، ربنا يكرمنا، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يطلقها وربنا يرزقها بغيره، ويرزقها بغير ويرزقه بغيرها، ربما تيجي واحده غيرها تصلحه، وربما يجي واحد غيره فيصلح شانها واولادها ويراعيهم ويكون لهم افضل من والدهم الاول.